مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيكة الاناناس. كيكة كتير سهل وبسيط وبيتحضر بخمس دقايق تقريبا. عن جد روعة وفخامة ولذاذة كتير. هيدا الكيك رح يعجبكم ويعجب الجميع ان شاء الله. هيدا الشكل الحلو والرائع، كريمي وكتير طيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. مية الأناناس بحطهم بالكاسة، عنا هون قالب كيك غلفته بنايلو عشان يسهل علي شايلين الكيك بعدين آخر شي، ونغط بسكوت الأناناس وبصفهم بالقالب. بنحط الأناناس بوعاء، بعد ما حطينا الأناناس بوعاء هلا بدي أقطعهم أنا وياكم لصفهم بالقالب على البسكوتات. أقطعهم شي بسيط بهيدا الشكل، بصفهم على البسكوت بالقالب. بحطهم على جنب. هلا بدي اخفق انا وياكم الكريمة. بحط بالجاتة 300 ملي دبل كريم او اي نوع كريمة متوفر عندكم. نخفقهم على سرعة عالية. بحط فوق الكريمة علبة قشطة او اي جبنة كريمي متوفرة عندكم. إذا حطيتوا جبنة بتحطوا فوقهم ملعقة طعام سكر بودرة، بس أنا ما رح أحط سكر عشان القشطة فيها عسل. وإذا بدكم تستبدلوا العسل يعني بدون ملعقة سكر بودرة بتضيفوا ملعقة عسل. خفقتهم شي كتير بسيط. هيدا الأناناس اللي بقى عندي بقطعهم مربعات صغيرة، وبحطهم فوق الكريمة. بحركهم مع بعض. وبحطهم بالقالب. كمان بحط أناناس بهيدا الشكل. يعني كيك كتير سهل وبسيط وما بياخد معنا وقت بالتحضير. أخذ تقريبا خمس دقايق بالتحضير. هلأ بحطه بالبراد أقل شي ساعة. هيدا الكيك بعد ما حطيته ساعة بالبراد، هلأ بدنا نشيله من القالب. برش شوية فستق على الوجه، شي بسيط هيك بيعطي شكل حلو. هيدي كيكة الأناناس اللي عملتها أنا وياكم تقريبا بخمس دقايق بوقت كتير قصير. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.